وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان. دكتور محمود، بعد التحية، إلى أي مدى تسهم موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بسجل المستوردين بما يسمح بقيد المستثمر الأجنبي ضمن جهود الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية؟ برأيك إلى أي مدى يفعل ذلك هذا الاستثمار الأجنبي بشكل أكبر الفترة المقبلة؟ يعني يمكن 8 قرارات صدروا من مجلس الوزراء النهارده، بتتضمن في مجملها طبعا انشاء زي ما حضرتك تفضلت في المقدمه بانشاء مصنعين في مدينه برج العرب، بالاضافه الى بعض التعديلات التشريعيه التي من شانها يعني جذب الاستثمارات الاجنبيه. ويمكن هذا جاء في اطار تنفيذ القرارات الصادره عن المجلس الاعلى للوزراء ونص التعديل على السماح بالقيد في سجل المستوردين للشركات المساهمه او شركات التوطية في الاسهم. كل هذه الامور لما تصب وتخلق مناخا جاذبا للاستثمار داخل الدوله المصريه، خاصه وانه يعني حدد هذا القانون للشركات مسؤوليه محدوده او شركات الاشخاص اللي بتكون اسهم او حصص شركاء فيها غير مملوكه للمصريين، او حتى اذا كانت مملوكه بنسبه لا تقل عن 51%. صحيح. يمكن هذا الامر في اطاره العام بيسير بالتوازي مع الايديولوجيه الاقتصاديه التي يعني تبنتها الدوله، وهي التي تهدف بشكل عام الى يعني افتاح المجال للمستثمر المحلي او الى القطاع الخاص. يمكن ده بيتناسب مع وثيقه ملكيه الدوله التي اعربت عنها منذ فتره، واللي بتتضمن تخارج الدوله من بعض الانشطه وفتح المجال بشكل اكبر الى القطاع الخاص بالشكل الذي يمكن ان يؤثر في مؤشرات الاقتصاد الكلي، سواء في استيعاب العماله، سواء في فتح المجال للتصدير بشكل الذي يقلل من فاتوره الواردات ويحافظ على العمله الصعبه او يعني عرض زياده عرض الدولار والعملات الصعبه داخل الدوله المصريه بشكل طبعا اللي بيؤثر على سعر صرف العمله. طيب دكتور محمود، ايضا يعني شهد مجلس الوزراء اليوم استعراض الخطوات التنفيذيه المتخذه والتي من شانها ان تسهم في اقرار الاليات والضوابط لتحديد مدى زمني لصرف تعويض المستثمرين عن نزع الملكيه، وتم تحديد هذه المده بما لا يزيد على 3 أشهر. كيف تقرا هذه الخطوه؟ يعني يمكن وضع هذه الخطه بالشكل اللي بيعوض المستثمرين بخطه زمنيه محدده، هذا ايضا من شانه جذب او خلق مناخ جذب لعمليه الاستثمار، لانه طبعا المستثمر زي ما بيعني الاطار المالي والنقدي داخل الدوله بيعني فكره التاكد او الثقه في الاجراءات الحكوميه وتعويضه اذا ما كان هناك نزع للاراضي يعني تتوافق مع الخطه الاستراتيجيه للدوله بشكل الذي لا يعني لا يمكن ان يضعف من المستثمرين او يؤثر عليهم بشكل او باخر. وبالتالي يمكن هذا الامر او هذه الخطه الزمنيه المحدده من شانها تؤدي الى امرين: اولا دعم المستثمر المحلي الى مزيد من الاستثمار داخل الدوله، وخلق حاله من الثقه او من اليقين خاصه في ظل اوضاع اقتصاديه عالميه تكتنفها حاله كبيره من حاله او من عدم التاكد، بالشكل الذي اثر على الاستثمار بشكل عالمي. في الدوله المصريه تحاول سواء في الاطر التشريعيه الخاصه بالاستثمار، في الاجراءات الحكوميه، في البنيه التحتيه والبنيه التشريعيه، بخلق مناخ جذب للاستثمار. ويمكن تدفق الاستثمارات الاجنبيه المباشره والارقام الوارده خير دليل على ان الدوله المصريه في المنطقه يعني هي المنطقه الاكثر جذبا للاستثمار، وخاصه ان الدوله المصريه يعني على مدار اكثر من سنه بتصنف باعتبارها واجهه الاستثمار الاولى داخل القاره الافريقيه. طبعا هذا لم ياتي من قبيل الصفوه، ولكن هذا كان نتاج سلسله طويله من القرارات والاجراءات التي تتماشى مع ما يطرحه الاوضاع الاقتصاديه العالميه من تداعيات. يعني الى جانب هذه الاجراءات التنفيذيه ايضا هناك اجراءات تشريعيه لتحسين البيئه الخاصه بجذب المستثمر الاجنبي وتشجيع ايضا كما ذكرت المستثمر المحلي. اشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمود عنبر، استاذ الاقتصاد بجامعه اسوان.